السلام عليكم. سنحتاج المكونات أولا إلى ملعقة كبيرة من السمسم، وسنحتاج أيضا إلى ملعقة كبيرة من بذور اليقطين، ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من الزبيب الأسود، ونخلط المكونات مع بعضها جيدا. في الأخير نضيف العسل، ويتم تناول ملعقة واحدة في الصباح وملعقة في المساء، ويمكنكم مضاعفة المقادير لتحضير كمية أكثر. وبألف صحة وعافية، وأضرب لكم وعد في فيديو قادم ومعلوم فائدة إن شاء الله. ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة، وكذلك الضغط على الجرس لتصلكم منشوراتنا فور تنزيلها. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.